ما تزال تداعيات وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي تتوالى، حيث دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاته. ويعد مرسي أول رئيس مدني انتخب ديمقراطيا في مصر، وقد توفي بعد ظهر أمس في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون الطرة جنوبي القاهرة، حيث كان يحاكم هناك. تقرير صابر أيوب. يصلى على الرجل في أقاصي الأرض، في المسجد الأقصى في إسطنبول وفي إسلام آباد، في مساجد أمريكا ولندن، لكن ليس في بلاده التي أحبها حتى الموت. هناك في القاهرة لا صلاة على أول رئيس مصري مدني منتخب. قرار سريع بالدفن، تخلصوا منه فجرا، مثلما يدفن المجرم أثار جريمته في جنح الظلام. مراسم جنازة اقتصرت على عائلته، وذلك كثير عليه. موقف إنساني يحسب على السلطات المصرية، هكذا منت منابر إعلامية كثيرة امتهنت الدفاع عن نظام انقلب على صوت الشعب. انتوا عايزين عيلته يمشوا في جنازته ويدفنوه ويترحموا عليه، ولا انتوا عايزين تعملوا عملية سياسية؟ يقدر الإعلام الموالي، يترجم ما في خلد النظام. لا يحتاج الرئيس السابق إلى جنازة كما أوصى، إلى قبر في مسقط رأسه وسط أهله بقرية العدوى في محافظة الشرقية. رحل مرسي، ورحيله ليس مجرد صفحة تطوى. لن يكون دفنه في جنح الظلام إلا ضوءا يسلط على ما خفي في رضهات السجون المصرية. دعوات دولية ومن الأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق مستقل في ظروف وفاة الرئيس السابق وأوضاع السجون المصرية. هناك في الدهاليز يتحدث سجناء عن تعذيب يأخذ أشكالا، عن إهانة وتهديد وحرمان من أبسط الحقوق. آخر زيارة نهاية الدفاع كانت في شهر نوفمبر من 2017، ومن يوميها انقطعت الأخبار، وهو في عندما نقلت المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة، نحن لا نرى، نسمع صوته فقط. الأمراض في سجون مصر تحقن في أجساد معتقلي الرأي والسياسة، موت مبرمج، طعامهم سقم. وقد اشتكى مرسي وغيره من أن الغذاء الذي يقدم لهم يتسلل معه المرض إلى أجسادهم. داخل سجنه تسللت الأمراض إلى جسده، تكاثرت، ولم تشفع شيخوخته أمام القاضي الذي تركه يموت داخل القفص. وعلى نقيض المعاملة الطيبة التي لاقاها الرئيس الأسبق حسني مبارك في السجون والمستشفيات أثناء فترة محاكمته، واجه محمد مرسي إجراءات قاسية تبرز بشكل واضح أسلوب المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في أعقاب انقلاب 3 يوليو. فوفقا لأسرته، عانى مرسي من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وأيضا بثور في الفم والأسنان، وتعرضه لغيبوبة بسبب نقص السكر في الدم. هذا فضلا عن إصابته بالتهابات روماتيزمية حادة في العمود الفقري وفقرات الرقبة نتيجة إجباره على النوم على الأرض. كما كانت إدارة السجون ترفض تزويده بالملابس ومعدات النظافة الشخصية. هذا وقد أثارت وفاة محمد مرسي موجة انتقادات جديدة للسلطات المصرية بسبب المعاملة السيئة التي يواجهها المعتقلون السياسيون في سجون مصر. تقرير ملاذ الزعبي. كان من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، لكنه لم يكن الوحيد. وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ذكرت بعشرات الآلاف غيره، وظروف الموت المفاجئ عادت هي الأخرى إلى الأذهان ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي في السجون. في تقرير لهيومان رايتس ووتش يعود إلى بدايات العام 2015، تحدثت المنظمة الحقوقية بالتفصيل عن موجة وفيات تحت الاحتجاز، وإن تسبب التعذيب ببعض منها فإن الأوضاع الصحية للمعتقلين كانت وراء حالات أخرى. وها هي حالة مرسي تعود مثالا صارخا على ذلك. أعتقد أن وفاة الرئيس مرسي يجب أن تسلط الضوء على أوضاع آلاف السجناء في مصر. بعضهم يقبع في السجون دون إدانة ودون المثول أمام القضاء ودون زيارات عائلية، وقد وثقنا وفاة العديد من السجناء بسبب ظروف احتجازهم السيئة وحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.
وفاة مرسي يجب أن توقظ حلفاء مصر الدوليين من سباتهم وأن تدق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الحقوقية في مصر وفي السجون خاصة. تقارير أخرى صدرت عن منظمات حقوقية مصرية ودولية خصصت لما يتعرض له معتقلون آخرون من إهمال متعمد وظروف صحية قاهرة. قائمة طويلة من الانتهاكات تشمل فيما تشمل عدم الكشف الطبي على معتقلين وإجراء فحوص على يد أطباء غير مؤهلين ومنع الأدوية أو الجراحة عن معتقلين بأمس الحاجة إليها والاكتظاظ في الزنازين. وفيما بدأت تصدر دعوات عن منظمات حقوقية بالتحقيق في وفاة مرسي فإن مناشدات ودعوات متتالية لتحسين ظروف المعتقلين لم تجد في السابق آذانا صاغية. الآن ينضم إلينا من جنيف عبر خدمة سكايب السيد محمد الزراع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. مساء الخير سيد محمد ومرحبا بك. الآن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي سلطت الكثير من الضوء على الوضع الحقوقي المزري كما ذكر ذلك الجميع. سلط الكثير من الضوء على ذلك الوضع. هل من شأن هذا أن يشكل ضغطا كافيا على السلطات المصرية لتغيير هذا الوضع الآن؟ يعني نتمنى أن السلطات المصرية تستجيب لنداءات المجتمع الدولي منذ فترات طويلة المنظمات الغير حكومية وأيضا حتى كثير من الدول كانت طول الوقت بتقدم نصائح للحكومة المصرية أنها تحسن ملف حقوق الإنسان وجزء من هذا الملف أوضاع السجون المصرية. أتصور أنه مصر كانت ملتزمة أمام العالم في اليو بي آر منذ 4 سنوات بأنها تعمل كثير من الإصلاحات وتتدخل في كثير من التشريعات وعلى أرض الواقع تحسن أوضاع الاحتجاز في مصر. أتصور أن هي عليها التزام بذلك، لكن للأسف الشديد رغم كل الوعود اللي بتقطعها الدولة المصرية لكن الوضع في مصر كما هو في يعني أوضاع سيئة وأوضاع الاحتجاز في مصر للأسف استمرار يعني لسوء معاملة للمحتجزين. طيب ما هي الإمكانية الفعلية لإجراء تحقيق دولي وشفاف مستقل فيما حدث؟ بل وأذهب أبعد من ذلك، ما هي الإمكانية الفعلية لمحاكمة المسؤولين على ما جرى للرئيس السابق في السجن؟ يعني خلينا نقول أنه ما حدث للدكتور محمد مرسي وما حدث لكثير من المعتقلين من سوء معاملة أو تعذيب. يعني أتصور ما حدث للدكتور محمد مرسي وبالتحديد منعه من الزيارة لفترات طويلة ثم حجز انفراد الميكروب من 6 سنوات دي يصنف طبقا للقانون الدولي على أنه تعذيب، وكما هو معروف أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم. ده معناه أنه يعني طال الزمن أن قصر من الممكن في يوم من الأيام أن يتم محاكمة المسؤولين عن تلك الجريمة، لكن من المؤكد أيضا أنه معاقبة مسؤولين عن جريمة معينة طبقا للقانون الدولي أتصور محتاج لتوازنات دولية ربما تكون غير متوفرة الآن أو للأسف الميزان مختل الآن، لكن ما حدث للدكتور محمد مرسي وما حدث لآخرين مؤكد أنه يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم. وأتصور أنه كثيرين يعني ارتكبوا جرائم وكانوا بيشعروا بالأمان وخلينا ننظر للبشير مثلا، لكن في يوم وليلة أتصور المجتمع الدولي ربما ينتفض وربما تحدث مقاضاة في يوم من الأيام. كما حدث الدكتور محمد مرسي أتصور يستوجب المحاسبة، لكن أشك أنه الدولة المصرية تستجيب لذلك على الأقل الآن. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الزراع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان. ورغم صدى الواسع الذي أثاره خبر وفاة الرئيس المصري السابق على الصعيد الشعبي إلا أن المجتمع الدولي بدأ صامتا بشكل لافت، فبخلاف قطر وتركيا وماليزيا لم تصدر ردود فعل رسمية من العواصم العربية والدولية، بل إن بعض الدول منعت صلاة الغائب على مرسي، بينما شهد البرلمان التونسي جدلا وفوضى عارمة بعدما دعا بعض النواب لتلاوة الفاتحة على روحه. أدعوكم سيد الرئيس وأدعو زملائي إلى تلاوة فاتحة الكتاب
على روحه الطاهرة، لا لإخوانة البرلمان التونسي ولا لترحم على زعيم الإخوان المسلمين. احنا ما نحبوش نعملوا سياسة هون، الناس الكل كيف كيف. إذا كان ثم حركة النهضة ترتبط بالإخوان المسلمين، أنا أدعو إلى تصنيفها حركة إخوانية وتصنيفها حركة إرهابية في هذا المجلس. أن يتخذ الموقف السياسي يتخذه في حماه، أما أن يطلب منا أن نقرأ فاتحة على معنى اعتبار إنساني فنحن نقرأها بهذا المعنى فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن من اسطنبول ينضم إلينا الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة سابقا. دكتور عمرو مساء الخير، مرحبا بك. في تغريدة نشرتها أمس بعيدة صدور أو إعلان خبر وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، قلت الشعب المصري لن يترك هذه الجريمة تمر مرور الكرام ولو بعد حين. ماذا قصدت بذلك؟ أنا قصدت بالضبط ما قلت، أنه لا يمكن جريمة بمثل هذا الحجم أن ينساها الناس مهما مر من الزمن. كل ما وصف في تقرير اللي نشرتوه حضراتكم والمقابلة السابقة، كل ده بيعد يعني ليس فقط مجرد إهمال أو انتهاكات حقوقية، ولكنه يرقى إلى درجة الجرائم. يعني الدكتور محمد مرسي تحديدا تعرض لجريمة اغتيال في وجهة نظري منذ أن بدأ اعتقاله في 2013 عندما اختفى أخفي قسريا ثم احتجز في زنزانة فردية ومنعت عنه الزيارة. يعني أهله زاروه يمكن مرتين أو ثلاث مرات فقط في خلال 6 سنوات، المحامين لم يروه منذ أكثر من سنة ونصف، وناهيك طبعا عن أي نوع من أنواع الرعاية الطبية أو الأطباء أو تقديم العلاج إلى آخره. فعندما يكون هناك رجل فوق 60 وعنده أصلا أمراض ويتعرض لهذه المعاملة فهذا يسمى عملية قتل، هذه عملية تعذيب، توصيفها القانوني تعذيب كما ذكر الضيف السابق، وهي بالمعنى الدارج يعني العادي هي عملية قتل. وبالتالي إنه هذه جريمة لا يمكن إطلاقا. لمصريين رأوا أملا كبيرا في الدكتور محمد مرسي كأول رئيس منتخب في تاريخ مصر الحديث، سواء من انتخبوه أو من لم ينتخبوه أو كانوا يعارضونه، كل هؤلاء رأوا أنه يعني أو يعني بالنسبة لهم كان ده يمثل أمل في بداية عهد ديمقراطي، وبالتالي جريمة قتله تعتبر قتل لهذه الديمقراطية. الجريمة والقتل يستدعيان تحقيق ومحاكمة، هل تتوقع أن يحدث ذلك؟ طبعا بالنظام المصري لا، لأنه كيف يمكن أن يتولى القاتل المحاكمة؟ لا يمكن هذا. أيضا ما نقوم به من المطالبة بتحقيق دولي نزيه ومستقل، واستجاب الحقيقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لهذا، لكن في النهاية نحن نعرف أن النظام المصري لن يستجيب أيضا لأنه هو القاتل. يعني كيف تطلب من القاتل أن يترك تحقيقا يدينه أن يستمر؟ ولكن هذا الحقيقة يشكل يعني من الناحية العملية ضغط كبير على المجتمع الدولي. طبعا احنا بنتكلم عن الحكومات التي توفر الدعم والغطاء اللازم للنظام للاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم. يجب ان يستمر هذا الضغط لكي تتوقف هذه الجرائم عندما يتوقف هذا الدعم، لكن استمرار الدعم واستمرار غض الطرف على ارتكاب هذه الجرائم وصولا الى جريمه بحجم ما ارتكب في حق الدكتور مرسي الرئيس المنتخب الذي كان يعامل في العالم كله كرئيس منتخب ثم تحول إلى رجل خلف القضبان ولا يحرك أحد ساكنا بالنسبة لهذا. وبالتالي ينبغي أن يوضع المجتمع الدولي تحت أمام مسؤولياته ويستمر الضغط حتى يتغير هذا الدعم للنظام على الأقل ويتوقف على ارتكاب المزيد من الجرائم. ولكن يعني أنا أبشر الناس جميعا أنه طبيعة البشرية وطبيعة الكون أنه جرائم مثل هذا الحجم حتى لو مر زمن طويل واضح في دكتور. النهاية ستنتهي بمحاكمة عادلة ويدان القاتل. شكرا جزيلا لك دكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة سابقا. رحيل مرسي يتصدر اهتمامات المستخدمين العرب منذ أن ذاع خبر وفاته مساء الاثنين، وفي فقرة الإعلام الجديد مواقع التواصل الاجتماعي تضج بمئات الصور لمرسي مرفقة بعبارات الرثاء والتعازي لأسرته. التفاصيل في هذا المجال مع زميلة دانيا.
نعم بالفعل بدر كان أبرز الهاشتاجات وأكثرها انتشارا هو هاشتاج محمد مرسي الذي ظهر في حوالي 1,000,000 تغريدة، واستخدمت هاشتاجات تحمل اسم مرسي فيما يقارب 3,000,000 تغريدة في أقل من 20 ساعة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الرثاء والتعازي لعائلة مرسي من شخصيات بارزة عربية ودولية. ومن بين هذه الأسماء نعت الكاتب المصري علاء الأسواني وفاة مرسي قائلا: صحة السجين وحقوقه الإنسانية والقانونية مسؤولية الدولة. طبقا لتقارير عديدة فإن الإهمال الطبي للمعتقلين في مصر يصل إلى درجة القتل العمد. أما لاعب كرة القدم الشهير المصري محمد أبو تريكة كان من أوائل الذين غردوا ناعين الرئيس المصري قائلا: رحم الله الدكتور محمد مرسي رئيس مصر السابق وأسكنه فسيح جناته. أما المدون الفلسطيني رضوان الأخرس فأشاد بمواقفه الداعمة للفلسطينيين، فقال: لم تعرف غزة منذ سنوات طويلة حرية في التنقل لأهلها وانفراج في أوضاعها كالتي عرفتها في عهد الرئيس الشهيد. ونختم بهذا الفيديو الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مذيعة قناة إخبارية مصرية تذكر فجأة جهاز سامسونج أثناء قراءتها خبر وفاة الرئيس المصري السابق. نتابع. الوثائق الطبية التي تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية وتم الإرسال من جهاز سامسونج. طبعا وكان ربما من أبرز التعليقات التي جاءت على هذه الفيديو تغريدة قال صاحبها: هذا الفيديو يكشف كيف يدار الإعلام في مصر والعالم العربي. كان هذا أبرز ما جاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. عودة إليك مجددا بدر. ثانية شكرا.